أكد سعادة السيد أنور حبيب الله سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين في لقاء خاص لمركز الأخبار، أكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين التي تمتد لأكثر من 3 عقود، مشيرا إلى توافق الرؤية المستقبلية لمملكة البحرين مع رؤية طريق الحرير الجديد لجمهورية الصين الشعبية. بالنسبة للعلاقة بين البلدين، البلدين كلها لها تاريخ طويل والحضارة عريض، والصداقة بين بلدين بين الشعبين لها الأساس عميق وقوية. منذ إقامة العلاقة الدبلوماسية يعني 32 سنوات، وتحت اهتمام يعني القيادة بلدين، هناك منجزات كبيرة وتكثفت البلدين في كل مختلف المجالات، وهناك كما حصل إنجازات كبيرة في كل المجالات في سياسية وتجارية وثقافية. نحن التعاون بين البلدين نطاق واسع جدا وعميق، وكما نحن حاليا نتوجه توصل يعني الخطة الرؤية 2030 لبحرين مع الحزام وطريق الصين. هذا الرؤية استراتيجية، نحن إن شاء الله جاهزين لدعم هذا التعاون إلى أمام، إلى يعني مستوى عالي.